ومن أسمائه عز وجل الحق، فهو جل وعلا الحق في ذاته وفي صفاته، فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله عليهم الصلاة والسلام حق، والكتب التي أنزلها حق، ودينه حق، ومن أعرض عن دينه الحق فإنه إلى الضلال هاو وواقع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن هو الحق؟ فإنه كامل في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، والدليل قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل،